السلام عليكم. اليوم حبيت نتطرق إلى موضوع التهيئة نتاع الحاضرة نتاع دنيا بارك واللي تقع في غرب مدينة الجزائر العاصمة، وهي جزء من الحزام الطبيعي والحزام الأخضر نتاع المدينة نتاع الجزائر. إذا في هذا الإطار خليكم تتابعوا هذا الفيديو الكافي والوافي والشافي حول موضوع التهيئة انت حاضر دنيا بارك. اذا بدون اطالة خليكم تابعوا الفيديو هذا في الموضوع، والسلام عليكم. حديقة دنيا بارك لهنا الاشغال راهي ممركزة يعني على مستوى الناحية الشمالية للحديقة، اين تم انجاز بحيرة اصطناعية في انتظار البحيرة الثانية اللي راح ينطلقوا فيها خلال الاسابيع المقبلة. فيه مسالك يعني رياضية اللي تم انجازها، فيه كذلك مسارات للدراجات الهوائية، والان نقوم بانجاز ثاني ممر علوي ثاني اللي راح يربط الجهة الشمالية بالجهة الجنوبية للحديقة. اذا كل هذه المشاريع الحيوية راح توفر للمواطنين فضاءات جديدة للنزهة مستوى حضارة الدنيا التي تمتد عبر مساحة تبلغ 1059 هكتارا عبر 5 بلديات. ستتضمن أشغال التهيئة مطاعم لتقديم الطعام والمرطبات للزوار، بما في ذلك مطعم ذو هندسة معمارية حديثة. ربط المنطقتين الشريفة في كل بالممر العلوي الثاني للمشاة. ستكون هناك أيضا مسارات للدراجات وملاعب رياضية ومناطق للعب والاسترخاء، مما سيوفر إطلالة رائعة وبيئة طبيعية استثنائية. حضيرة دنيا، تم على مستوى الحضيرة الانتهاء من تزويدها بمحلات تجارية وبالإنارة، بالإضافة إلى عملية توصيل المياه المستعملة والمصفات من محطة التصفية بنيمسيس إلى البحيرتين، وهذا في إطار سياسة ترشيد وإعادة استعمال المياه. كما تم تهيئة المسارات المخصصة للدراجات وتثبيت المنحدرات والشروع في عمليات التشجير. إنجاز جسر يسمح بالعبور بين البحيرتين داخل الحضيرة، بالإضافة إلى الانتهاء من تثبيت ممر علوي جديد يربط الجهة الشمالية بالجهة الجنوبية عبر الطريق السريع الرابط بين الدار البيضاء وزيرالدا، وكذا تنميم الممر العلوي الموجود من قبل. فيما يتم حاليا إنجاز 4 مواقف من أجل السماح للمواطنين بركن سياراتهم بالقرب من الحضيرة.